الفلاح ينضم إلى التلفزيون العربي. عبد الله مقداد. عبد الله، القصف يطال مناطق متعددة من القطاع، التفاصيل معك. يعني آخر التحديثات التي وصلت هو استشهاد 5 فلسطينيين في شمال شرق مدينة رفح جراء استهداف منزل سكني في منطقة مصبح أو منطقة ميراج في شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. حتى هذه اللحظة لا زال 3 من أفراد هذا المنزل في عداد المفقودين، وتجري حاليا عملية البحث عنهم. وصل الشهداء إلى مجمع ناصر الطبي، فيما لا زالت طواقم الدفاع المدني والإسعاف تعمل في مكان الاستهداف. في وسط القطاع الساعة الماضية شهدت حالة من الهدوء المشروع بالحذر بعد أن كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت مدفعيتها باتجاه مناطق شرق مخيم دبريج، وكذلك الحال الطائرات المروحية التي أطلقت نيرانها باتجاه المناطق الشمالية الشرقية من المخيم صباح اليوم. منطقة حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وكذلك منطقة الصبرة ومنطقة تل الهوى هي مناطق لا زالت تتعرض إما للقصف المدفعي أو لعمليات إطلاق النار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية، وعمليات الاستهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل تواغلها في بعض المحاور في هذه المناطق. حتى هذه اللحظة لا زالت وتيرة القصف المدفعي مستمرة على أكثر من محور، خاصة منطقة الكلية الجامعية التي تتوغل فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية وتطلق قذائفها والقنابل الدخانية في تلك المنطقة، بالتوازي مع استمرار استهداف المسيرات الإسرائيلية لأي جسم متحرك في منطقة تل الهوى، تحديدا منطقة محيط المستشفى الأردني ومنطقة شارع برشلونة وغيرها من المناطق في داخل تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. نعم عبد الله، فيما يتعلق بقصف مسيرة إسرائيلية مواطنين شمال مخيم أنصيرات وسط قطاع غزة، هل لك أن تضعنا في تفاصيل هذا القصف وما نتج عنه؟ يعني هذه العملية تحدث بشكل شبه يومي. هذه مناطق هي أقرب للطابع الزراعي في تلك المنطقة، يتوجه إليها عدد من الشبان لجمع الحطب، وتقوم بالعادة مسيرات إسرائيلية باستهدافهم من حين لآخر. اليوم قامت مسيرة إسرائيلية من طراز كواد كابتر بإطلاق النار باتجاه هذه المنطقة. حتى هذه اللحظة لم تعلن المصادر الطبية عن نقل إصابات أو شهداء، لكن في المقابل هذه المنطقة أيضا طلب الجيش الإسرائيلي من سكانها الإخلاء خلال الأيام الماضية، هي ومنطقة مخيم لبريج وسط القطاع، والجزء الأكبر من سكان المخيم أجبروا على النزوح ولا زالوا خارج هذا المخيم وسط حالة انتظار وترقب لما ستحمله الأيام المقبلة حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سينفذ عملية عسكرية في هذه المناطق، أم أن هذا الأمر يأتي في سياق التهديد والترهيب النفسي الذي يمارسه بحق المواطنين في قطاع غزة. نعم، وعن ما أعلنته سرايا القدس عن عمليات على محور نتسارين، ماذا لديك من معلومات؟ وفقا لبلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فإنها استهدفت محور نتسارين بعدد من قذائف الهاون، وهو المحور العسكري الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه. هذه المنطقة بالعادة تتعرض لعملية استهداف من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية على مدار الأيام الماضية، وبشكل يومي تصدر الفصائل الفلسطينية بلاغات عسكرية عن نجاحها، إما باستهداف مقرات للقيادة والسيطرة داخل هذا الموقع أو باستهداف بعض المركبات العسكرية وطرق الإمداد المؤدية إلى هذا الموقع، سواء بالقذائف المضادة للدروع أو بالعبوات الناسفة في هذه المناطق. وبالتالي هذه العمليات تأتي في سياق وتيرة مستمرة من العمليات التي تعلن عنها فصائل المقاومة ببلاغات عسكرية بشكل يومي. شكرا لك مراسل العربي عبد الله مقداد من التلفزيون العربي.